معانا النهاردة من معرض هيما شوب الاسكوتر الكهرباء، اسكوتر 2 سندات خلفي، اسكوتر زي ما حضراتكم شايفين شكله سبايدر، اسكوتر ممتاز جدا. ده زرار التشغيل بتاعه، واول ما بندوس على الجديد بيبدأ يتحرك، ودي الفرامل. وكمان زي ما حضراتكم شايفين اليد نفسها ممكن تطول عن طريق كده بالظبط، تبدأ تطول اليد أو تبدأ تنزلها، تبدأ تقفل عليها، وده تقدر تفك اليد دي خالص، سهل الفك والتركيب. وهكذا الكرسي زي ما حضراتكم شايفين نفس الكلام برضو، بيقصر وبيطول، وده تقدر تفك الكرسي. شكل مميز، 2 سنادة خلفي لمتعة الأطفال. معرض هيما شوب بيقدم لك كل جديد في عالم الألعاب.